جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج يقول: أنا لم أحج وقد بلغ عمري 41، مع وجود المال، مع أنني كل سنة أقول أسوف وأقول سأحج هذه السنة، هل يجوز لي التأخير للحج في مثل هذا العمر؟ الحج على الفور مع الاستطاعة ولا يجوز تأخيره، يجب المبادرة إليه لأنه ركن من أركان الإسلام. فأنت أخطأت بتأخير الحج والتثاقل عنه، فعليك بالمبادرة، عليك بالمبادرة والتوبة إلى الله عن التأخير. نعم.